كابتن هشام يعني ده كلمنا في العام، نضيق شويه الكلام. ايه اللي خلى الناس مش مبسوطه من اداء الزمالك الزملكاويه يعني في رايك؟ يعني التراجع ده ليه؟ الاول عايز اقول بس ان الونش اصابه 4 شهور، هيعمل عمليه جراحيه في قطر، حاجه في الغضروف يعني. خساره خساره خساره. انا زعلان عليه جدا جدا، لان الونش من اللعيبه القليله في مصر مستواه ثابت ولعب ممتع في الدفاع. بقى له فتره فعلا، بقى له سنتين يعني مستوى ثابت جدا. لكن خلينا نتكلم، انا يعني طبعا كلام الكابتن حماده كله، التدعيمات اللي حصلت كلها حصلت من جوه الفرق، او بمعنى اصح الزمالك والاهلي ابتدوا يفرطوا ببعض اللعيبه اللي هي كانت قاعده على الخطوط وما كانش ليها دور في الفتره اللي فاتت. فطبعا لما بيجي بيتوزعوا مع الانديه الثانيه بيحصل نوع من انواع ال دخول عناصر كويسه جايه من الزمالك والاهلي بتضاف على الانديه. لكن برضو هنيجي نقول في الاول وفي الاخر احنا يعني المستوى الفني برضو لسه يعني حتى اللقاءات ما فيهاش شراسه. احنا الشراسه بس في الاعلان في السوشيال ميديا، يعني انا شايف الشراسه اللي موجوده بس في السوشيال ميديا مش في السخونه رهيبه. الدنيا يعني السخونه جانب. هي الحوار اللي بيحصل في السوشيال ميديا، لكن اداء جوه الملعب لا، اتفرج على اللعيبه بعيد خالص كل البعد عن بس جمله الزمالك بقى بيعرف يكسب. لا بيكسب الزمالك، بيكسب بقاله، لا الزمالك بيكسب طول عمره وكل حاجه ما فيهوش اي مشاكل خالص. بس احنا بنيجي بنقول ايه، ان كان بيصادف نادي الزمالك في الفترات اللي فاتت ما بيتوفقش في اول ماتشين ثلاثه، فيحصل يبعد عن المنافسه او يخش ايه المنافسه بعد ما مثلا الاهلي بيكون اخد خطواته. لكن النهارده نادي الزمالك والنادي الاهلي او يعني خصوصا الفرقتين المهمين اللي هم بينافسوا بشكل كبير جدا، لحد دلوقتي لسه الشراسه بتاعه الكوره مش موجوده، ما وصلتش لسه النوع من انواع التفاهم داخل المنظومه، مع انك انت لسه مخلص الدوري بدري، يعني انت لسه مخلصه قريب، يعني انت ما بعدتش. والتجديدات اللي حصلت لبعض اللعيبه، طبعا نادي الزمالك مثلا في عنصرين ثلاثه دلوقتي بقوا مؤسسيين جوه الفريق، طبعا لسه الاندماج ما حصلش. يعني احنا برضو لما نيجي نتفرج على الوردي ولا اسمه ايه ده الافريقي سيمون سامسون، انت لسه الناس دي لعيبه كويسه بس لسه ما دخلتش فورمه المجموعه. امبارح زيزو كان مثلا خارج الفورمه، يعني اداء كابتن طارق العاشري حتى قال كده، قال هو فين زيزو والجزيري في المؤتمر اللي بعد الماتش. يعني هو اللي هو عايز يقول ان هو عارف يقفل مفاتيح لعب، بس في نفس الوقت الزمالك برضه كسب بمفتاح تاني شيكابالا، كسب انت عندك مفاتيح في نادي الزمالك بتكسب بيها. يعني انت ما بتقفش على زيزو بس، هو يعني يعني اللي احنا عايزينه بنتكلم اول ماتش في الدوري بالظبط. ان النهارده امبارح يعني كان زيزو ما كانش موافق، لان انا اكتر لعيب يعني السنه اللي فاتت او الموسم اللي فات من اهم امبارح كان خارج الفورمه خالص في كل حاجه، في تصرفاته داخل الملعب، حتى في انتقالاته بالكوره من اليمين للشمال، او ان هو بياخد الاماكن، لا ما كانش موفق حتى داخل الملعب في اي لعب. طب انا كنت قلت امبارح خبر اول امبارح قبل الماتش بيوم، ان الراجل عمل وحده تدريبيه واحد لواحد فيرويد مع سيرد باك، مع باك وان انت لازم تعدي منه والتاني لازم ما تعديهوش، وقعدوا نص ساعه في القصه دي، بيقول كان فيها حماس رهيب جدا. الزمالك كسب كده امبارح. يعني الزمالك كسب امبارح شيكابالا بالتعديه المهاره، بص يعني اللي هي دي مخلوقه دي، وسامسون حتى لما خطف الكوره لعيب يعدي بمهارته، حتى سامسون لما قعد يموه وبتاع دي برضه لما خطف الكوره من الباك عرف يتصرف صح. يعني بص لا شيكابالا لعيب عنده، فاقصد ان انت في بعض الماتشات المقفوله كابتن طارق العاشر بقى يخنق الماتش، الحل الفردي يا كابتن بيبقى هو حل، وده موجود في لعيبه موجوده في نادي الزمالك خصوصا شيكابالا. شيكابالا دايما هو الورقه الرابحه اللي بتاعتك في الاخر نص ساعه دايما من المباراه، فبينزل بيعرف بيأثر نفسيا الاول على اللاعب قبل ما يبتدي يلعب. يعني اللعيبه بيحصل نوع من الارتباك لما بيلاقوا شيكابالا داخل الملعب. تمام.